اعزائي الكرام، شركة جنة فعلتنا مرة اخرى يا حبايبي. مثل ما انتم شايفين نزل سكين من احد السكنات، اقدم سكنات موجودة بلعبة فري فاير. يا جماعة شو عم بيصير هون؟ فهموني. وبهذا المقطع حبايبي راح نحاول نرجع ايام زمان ونلعب هذا السكين، احد اقدم سكنات يعني كتير كتير باللوز ولحد الان. يعني هذا الشعارات تبعته، الصراحة الشعارات تبعته بعرف فيك فيها شيء مميز صراحة يعني. وعندنا هون كمان الجاكيت تبعه صراحة يعني كمان يعني اوه يا جماعة ايام. لهيك رح نعمله بعض التعديل لهذا السكين اللي بعرف انا صراحة بعرف جميع لاعبين فري فاير منتظرين التعديل اللي رح اعمله الان، واللي هو نحط له السروال الجاست. اول شيء معلم، اول شيء طبعا، ومع اضافة ثانية اللي هي يعني فرج. يا سلام. ورح نكمل كمان باضافة ثانية حبايبي اللي هي طبعا هي الاضافة اللي رح اعملها الان اكثر من شيء. انا يعني اعطوا رايكم شو هي ايام زمان لاعبين ايام زمان كانوا يلعبوها يعني حطوها اقصى شو يلعبوها حبيبي. والله عليك ركز شوي. هون الحذاء الازرق هذا اشي باللوس، وعندنا كمان حذاء ثاني كمان اللي هو مثل ايام زمان يشبه تبع البرازيلي هذا معلم. انا صراحه بالنسبه لي بفضل هذا الازرق. اوكي شو رايكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. اكتب ايوه. والاضافه اللي هي يعني اللاست اضافه قربنا عليها، قرب شو 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 شو, شو. هاي هيك صرنا رجعنا ل 100,000 سنه، لا قصدي يعني لايام زمان حبيبي. والله عن جد لبسه خياليه يعني. انا متاكد 100% هلا رح تنزلوا بالتعليقات تكتبوا لنا انه هاللبسه معلم كنتوا تلبسها انت ايام زمان. يب. اوب اعزائي الكرام، قبل ما بلش باي مقطع انا رح اقول لكم اياه بكل مقطع حبايبي. مثل ما بتعرفوا فتحت قناة جديدة شباب، هذه القناة حتكون شي باللوز اللوز اللوز. لايك يا اساطير، الرابط راح يكون بالوصف، اتمنى من كل الصورة يروح يعمل اشتراك هناك. وانتظروا شباب قريبا راح ننزل لكم اول مقطع، وراح يكون اول مقطع يكون فيري باللوز. هاي صوروا سكواد شباب، راح اموت اول واحد حبيبي والله. اوكي خلينا ناخذ الاي كي من هون. لدي سلاح. وي هي واحد. السلام عليكم. تعالوا تعال حبيبي تعال. وين راح؟ وينه هذا وينه هذا؟ بدي يسلح خلك معلم، احلف. ايوه اي واحد داون، عليكم كيكو. الله عليك عليكو، يتقدم يضرب ويفنش حتى الثلج. اسطوره. اوكي نعبي دم. وينه هذا هو. اوكي ليتس جو بوي، انا متحمس كثير. في أكثر واحد وراي. واحد وراي يمكن. لا بدون غدر. لا بدون غدر، يخرب بيتك. أوكي شباب، ما في مشكلة. هي عبارة عن تحماي كانت يعني حبيبي والله. خلي الوضع ريلاكس باللوس، راح ندخل جيم تاني يعني كمان باللوس، أفرجيكم الفن الأسطوري تبع الحركات الأسطورية معلم. أوكي باتل رويال، قاتل بالسمك، راح ننزل في الكلوك تاور شباب. كلوك تاور ليتس جو شباب. الكلوك تاور شباب هو احد الاماكن اللي كثير احبهم يا شباب، اللي كانوا تمنوا يلبسوه مباشره. بالمناسبه على سيره البسوس مباشره شباب، ساحب عليكم لا تاخذوا شباب، بس لكن راح احاول ارجع لكم شوي بس نظبط الامور افضل وافضل. في بعض الامور شباب عم نظبط فيها صراحه، نخلصها وكل شيء باللوز. يلا نكمل معلم بالكلوك تاور باللوز. وهذا كريمنال، لا مو هذا كريمنال، هذا غيره. وهذا جاي عنده قول لي. اوكي تاخذت بالنزل معلم حبيبي والله. نزل بيض. لدي سلاح. اوكي. لنتجه للمستودع. وين هذا؟ هذا وين؟ السلام عليكم. ما بيعرفونا. ما بيعرفونا بيجي بيضرب. بسوي الكلات على السريع. بدي خلص الشغل الكل تبعي. لك هذا عم روت. وياك راح يعمل لي صدمة كبيرة. وين عليك وش عم تعمل؟ هاي داون. أنا متحمس زيادة عن اللزوم. في ناس هون. وايت
واو الافكت اسطوريه. عم بلوتوا الشباب كانوا على عم سوري عم سوري انا اسف شباب والله اسف. اوكي اوه هو في سياره ورايح هذا هذا دخل المحل هذا شو عم يعمل لك شكله بقى شنو بلعب حبيبتي ولا شلون لا صدقت خذوا هاي وين صاحبه؟ وين هذا؟ هذا وهذا وين؟ هاي؟ هاي؟ اقعد مسكين الله قاعد عم تشتم فيا معلم ساعدني بكذا شروق هللي افاجا ها هي جوع اجا وما له شو هذا سكواد سكواد مع ايش السكواد شو عم بيصير معهم يا اخي مش اقدر ابلاند سكواد معلم سكواد شو اسمه فهمتوا علي فهمتوا علي كيف فهمتوا علي فهمت شو عم بقصد هو هاي واحد اثنين داون كيلينج سبري واحد دخل دخل في واحد ثالث وين الثالث هذاك في واحد ثالث ولا انا غلطان والله ما اعرف يا جماعة في واحد ولا كيف هل هو هذا على السريع في واحد ثالث ولا شنو والله غير عارف مين لويت يا اخي وراك تشي والله كنت والله ما اعرف يا شباب يعني في واحد ثالث ولا شنو والله ما بعرف حبيب والله اوكي يركز هلا منيح اوكي ايوه ايوه حتى جد اوكي ريم عليهم هذا ولا شلون؟ علقت بلوك ماوس لا 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 بلوك ماوس بلوك ماوس بلوك ماوس صارت معي يا حظي دايم اوف اوكي طيبين هدف هذا المقطع كان انه نلعب بهذا السكين انه احد اقدم سكينات بلعبه فري فاير اوكي ان شاء الله يعني استمتعتوا بهذا المقطع نتمنى لكم يوم سعيد وما تنسوا حبايبنا تشتركوا بالقناه الجديده شباب وترقبوا ان شاء الله قريبا باذن الله تعالى راح ننزل لكم اول فيديو اوكي وان شاء الله نستمتع مع بعض وتستمتعوا اهم شيء ونشوفكم على خير